مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. ان القصيده تبقى في وجدان الشاعر منصهره في تجربته، تحمل هذه التجربه الى ارجاء فسيحه تتسع الى قلوب كل المحبين، الى قلوب كل الذواقين، الى قلوب كل الباحثين عن الحكمه، كل الباحثين عن وطن يتسع لهم بقدر اتساع القصيده لخيال كاتبها الحر الذي يتطلع من ورائها إلى حفر اسمه عميقا، ليس فقط في وجدان أبناء وطنه، وإنما في وجدان أبناء البشرية والإنسانية جمعاء. مشاهدينا، في هذه الحلقة من بيت القصيد اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الإنترنت معنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، الشاعر الدكتور طلال الجنيبي. حللت أهلا ونزلت سهلا دكتور طلال، أهلا بك في بيت القصيد. مرحبا بكم ومرحبا ببيت القصيدة ومتابعيه، وبك شاعرنا الجميل أستاذ مطر مصطفى مطر. وأود أن أقتنص هذه الفرصة لأشكركم على هذه الاستضافة، خاصة أنها تأتي من العراق، بلد الثقافة والأدب والشعر وكل ما يحمله من تاريخ وزخم وقيمة. أهلا بك دائما دكتور طلال، ونحن كذلك سعداء بتشريفك لنا وقبولك دعوتنا. في البداية، وكما جرت العادة من خلال بيت القصيد وعلى خلاف ما اعتدت عليه ربما دكتور طلال، نحن نحب أن نتعرف على شاعر الحلقة دائما من خلال ما يحب أن نعرفه عنه ومن خلاله شخصيا، نترك له المجال حتى يخبرنا بما يحب أن نعرفه عنه، عن تجربته، عن طموحه، عن حلمه، عن إنسانيته، وربما عما يخطط له مستقبلا. أخبرنا بما تحب أن نعلم. أعتقد أن أفضل طريقة للتعبير عن الشاعر هو الشعر، يعني مهما قال الإنسان عن نفسه أو قيل عنه، ففي نهاية المطاف ما يقدمه هو الواجهة الأقدر على تقديمه كما يجب. لذلك فلننتقل مباشرة للشعر، لأن في النهاية نحن نقدم أنفسنا كشعراء في هذه المنصة، فالشعر هو أقدر من يقدم هذا الإنسان. ما سوى ذلك لا أعتقد أنه يعني كثيرا للمتلقي، تمضي بين الأعمار والسنون ويبقى في نهاية المطاف تلك القصيدة، تلك القصيدة التي ننظر إليها ونقرأها، ولا نكترث كثيرا بمن كان قائلها، فقد تعلم أن هذا الشاعر هو فلان وأنه يعني ونحفظ له هذا العطاء، ولكن تبقى القصيدة هي الواجهة التي تعبر عن كل شيء. فلنتقدم بالشعر. أحسنت كثيرا دكتور طلال، فلنتقدم بالشعر حتى تتسع الحياة للجميع. دكتور طلال، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الإنسان في القصيدة الشعرية المعاصرة، هل ترى أن القصيدة المعاصرة على اختلاف يعني أشكال الكتابة لهذه القصيدة وعلى اختلاف قوالبها، هل ترى أنها فعلا لامست مواجع الإنسان، لامست ما يبحث عنه الإنسان في حاضرنا المعاصر؟ بطبيعة الحال القصيدة هي منتج إنساني بحت خالص يعبر عن مكنونات الإنسان، فمهما قيل في سياق هذا الشعر فإنه يبقى منتجا إنسانيا معبرا عن جانب من جوانب هذا الإنسان، هذا الشاعر. لذلك فإن الشعر بكل حالاته وبكل صوره هو منتج إنساني بامتياز، يعبر عن الإنسان وعن كوامن الإنسان وعن خباياه وما يريد أن يقوله. يسعى الواحد من الشعراء دائما إلى تقديم ذاته بطريقة يعني لائقة، ويترك لقصيدته أن تكون مشرقة في وجدان الناس قبل أن تشرق في مكنون ذاته. إذا ما أردنا أن نتحدث عن تجربة الدكتور طلال وطمعه الكبير في الشعر وتعلقه بفكرة أن يقدم دائما شموسا مشرقة على هيئة قصائد، حدثنا عن هذا الطمع الإيجابي من وجهة نظرك. نعم، اليوم أقف وأستند على 13 ديوانا شعريا صدرت إلى هذه اللحظة، وإلى أعمال ترجمت إلى 16 لغة مختلفة، وإلى جوائز محلية وعالمية
إلى عشرات المشاركات، مئات المشاركات ما في شاء الله. شتى أنحاء المعمورة. شاركت في محافل وفعاليات في تقريبا أغلب قارات الدنيا، ما بين ما شاء آسيا الله. وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وقنوسيا. فربما كان هذا الانتشار الكبير هو في حقيقته رغبة في نشر هذا المنتج الجمالي، هذه يا الرؤية سلام. الإنسانية عما تعبر. يعني أنا أذكر قبل في خمسينية دولة الإمارات قمت بتنسيق مع نعم. الجهات الرسمية بعمل جولة كانت غير مسبوقة في 6 دول في 50 في 5 قارات في 40 يوم. ما شاء الله. فكانت يعني مرنا فيها على دول وثقافات وحضارات، وكنا نلقي الشعر مع ترجمته وخاصة مع العرب في المهجر. جميل. فتشعر أن الشعر هنا، حينما يعني أنا بدأت رحلتي تلك من الإمارات مرورا بالأردن وصولا إلى كولومبيا، فأقمت أمسيات في كولومبيا بوغوتا وفي المديين مدينة ماركيز، وألقيت بعض القصائد في منزل جابرييل غارسيا ماركيز، ثم إلى ما شاء الله. كارتاخينا التي هي قرطاج جنة، ومن ثم ذهبت إلى المكسيك وألقيت هناك في بعض المحافل الثقافية والشعرية والأدبية بحضور الجاليات العربية في المهجر، ما شاء الله. وبعض الغير ناطقين بالعربية لكن الترجمة كانت حاضرة باللغات جميل. الفيثا. وانتقلت بعد ذلك إلى أوكرانيا، وقمت أمسية وصفت بأنها الأكبر في التاريخ في أوكرانيا، حيث حضرها يعني حشد كبير تمثل في أساتذة الجامعات وطلبة استشراق وسفراء 13 دولة عربية وأجنبية، وترجمت أعمالي هناك إلى اللغة الأوكرانية، ما شاء الله. وبعدها إلى ألبانيا ثم إلى كازاخستان وأوزبكستان نزولا إلى جمهورية مصر العربية ثم إلى المغرب. هي جولة طويلة جدا، لكن القصد من سرد هذا المسار هو التأكيد أن الشعر هو كائن يحلق بك ما شاء الله. ويحلق معك ويمضي بك ويمضي معك، حيث أن الشعر هو الذي أوصلني إلى تلك البلدان وتلك القارات فعلا. وتلك الثقافات والحضارات. وجدت في تلك الرحلات المختلفة، حتى أني أوصف أني أكثر الشعراء العرب ترحالا وتنقلا ومشاركة في الخارج، ولعل هذا ينطلق من قناعة قديمة، أن دائما كنت أسمع في البداية أن زامر الحي لا يطرب وأن لا كرامة لنبي في وطنه. طبعا أنا أخذ جانب معين من هذه المقولة، لكن أرى أن دائما إذا أردت أن تقدم منتجك الثقافي الحضاري، فكثير من شعرائنا العرب يكتفي بأن يدور في ذات الدائرة، فتجدهم يتكررون في مناسباتهم ومهرجاناتهم العربية والمحلية المتكررة. وفي هذا يعني ولا تلومهم، حيث أن الفرص غير متاحة، ولكن إذا ما أتيحت لك الفرصة وتمكنت من التحليق بأجنحة الإبداع نعم. والإمتاع للوصول إلى ثقافات أخرى ودول، وترجمت أعمالك إلى لغة، أنا بحمد الله تعالى أعمالي اليوم مترجمة إلى 16 لغة، فيتيح لي هذا أن أتمكن من الوصول إلى أماكن كثيرة وثقافات شتى ولغات مختلفة. في نهاية المطاف أنت شعرك، أنت ما يبقى من شعرك. لذلك في نهاية ما أريد أن أوصله من يا خلال سلام. هذا السرد وهذا الطواف مقولة أن في رحلتك مع الشعر وبالشعر ومن خلال الشعر تسعى لأن تقول شيئا، لأن تكون شيئا، لكي يبقى منك شيء بعد أحسنت. أن تمضي من هذه الحياة. على الشاعر أن يعزز تجاربه ويعدد مشاربه. أحسنت بإجابتك وبهذا الشرح التوضيحي، ومن المؤكد أن إحسانك لمن يحب الشعر سيكون أكثر اتساعا وأضمن تحليقا إلى الأعالي. خذنا إلى أولى القصائد التي تود أن تسعد قلوبنا قبل أسماعنا بها في هذه الحلقة من بيت القصيد. لك أن تقرأ ما تود أن تقرأه كقصيدة افتتاحية. تفضل دكتور.
نعم، لعل أجمل ما أفتتح به هو قصيدة ربما من ديواني العاشر، تهفو إليك. يعني نعم وتهفو إليك هو هي رسالة، رسالة رجاء ومحبة إلى الخالق عز وجل. تفضل. تعودنا دائما أن نتعامل مع خالقنا بالخوف ومن زاوية الخوف، ونترك زاوية الرجاء والمحبة. لذلك أردت أن أرسل رسالة محبة ورسالة إيجابية، أن علاقتنا مع الخالق عز وجل ربما لو اكتست برداء الرجاء أكثر من الخوف زاوية الخوف، ربما لو وصلنا إلى حيث يريدنا عز وجل أن نصل به. ففي هذا أقول يا في سلام. قصيدتي: تهفو إليك، تهفو إليك قلوب هزها الوله، يا من له آخر المعنى وأوله، يا من يعود إليه العبد منكسرا يدنو، لعل عظيم العفو يشمله من بعد ذنب أناخ القلب ناقته، وسار والتوبة الحسناء تحمله، يهفو إليك جهول رام مغفرة لما رآك برغم الذنب تمهله. يا الله، يا كاشف الغيب، يا من شأنه أبدا أن يستجيب وما أمضاه يفعله، نرجوك عفوا يداوي وزر غفلتنا، يهدي لفردوسك الأعلى فندخله بلا حساب ولا أدنى العقاب، لكي يصفو لنا ما كريم العفو يكمله، أمن علينا بمن نشتاق رفقته في جنة الخلد، فالجنات منزله، طوبى لمن كان طه الخير صاحبه ونال ما كان يرجو، يوم يسأله أكرم أيا رب بالغفران، أكرم أيا رب بالغفران توبتنا، واشف الهموم التي بالقلب تشغله، منا القصور مضى والعفو عالجه، فكم مننتم به والصفح مكمله، يا رب عفوك حسن الظن لاح به باب، ورغم عظيم الفضل نجهله، من كان يحسب أن الذنب كبله فإن رحمة رب الكون تكفله، سبحان من أتبع النقصان مغفرة، ما أعظم المنح ممن عاد يكمله، ما أكرم الهادي الوهاب يسأله، من كان يعصيه حتى بات يأمله، من ذا سواه يلبي كل مقترب يسجي العطاء، وكم قد لاح أجمله، يهدي لنا الفضل والإحسان مكتملا، ونحن رغم عظيم البذل نخذله. قد قلت حقا وما للقول من غرض، قد قلت حقا وما للقول من غرض غير اعتراف بفضل قد يقابله، يا سلام. يهفو إليك، ومهما حار في طرق قلب الحبيب فإن الشوق يوصله لله، حتى يعيش الشوق معتنقا روح المحب إلى المحبوب تحمله. روح المحب إلى المحبوب تحمله. يا سلام، نعم، ما أجملها من روح، وما أجملها من رسالة، وما أجمله من تحليق إلى المحبوب الأعلى جل في علاه. أحسنت دكتور طلال، لا فضفوك ولا عاش شانئوك كما يقال. دكتور، بكل صراحة وبلا مواربة، المثقف المثالي من وجهة نظرك كيف شكله، مكوناته، هيئته، طريقته، فكره، كيف تتخيله؟ المثقف، ربما أستثني كلمة المثالي لأن المثالية لا تتحقق، كلنا يحمل النقص، لكن المثقف الذي يجب أن يكون، ربما نقول هو المثقف الذي يعبر عن هموم مجتمعه، عن قضاياه، الذي يقدم الاختلاف، الذي يكون معبرا عن هويته يا الثقافية سلام. وفكره، لا يكون نموذجا نعم مكررا ومكررا لغيره. متى ما كان المثقف قادرا على إضافة الاختلاف وتقديم الرؤية التي تعكس
مضامينه فهو في تلك الحالة يكون المثقف الذي نريد، المثقف الذي يضيف لنفسه يا سلام، ولمجتمعه ولمحيطه ولإنسانيته. أحسنت كثيرا. وسنعود إلى الشعر، لكن لابد من استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج وإياكم الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. رفقة الشعر، رفقة التحليق، عدنا إليكم مجددا أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة المميزة جدا من بيت القصيد، رفقة الشاعر الإماراتي الجميل الدكتور طلال الجنيبي. دكتور طلال، من جديد خذنا إلى تحليقك الشعري، وما تحب أن نسمع هذه المرة، ويا ترى من أي الدواوين؟ أنا سأقرأ من لولاه. تفضل، خذنا إلى لولاك. نعم، فسأقرأ: ظمئت وما للظمأ من دواء، ظمئت وظل الماء في الكف باقيا، فلم يجدني أني توسلت ساقيا. يا سلام، وقارورة. من جديد تكرما يا دكتور. ظمئت، ظمئت وظل الماء في الكف باقيا، فلم يجدني أني توسلت ساقيا، وقارورة الأوجاع عاثت فما ارتضت بأن تحتسي الذكرى، وكنت الملاقي زجاجة ذاك الظلم أدمت صبابتي، فباتت جروح الشام تنعى عراقيا. يا الله، سألت عن الأحباب ماذا جرى لهم، وكيف خبا وجد، وكم كان راقيا، وكم كان لون الوقت منهم مطرزا بخيط من الأحلام حاك التلاقيا، وكيف أصاب البعد قربا سما به مداد من الإحساس ألفا شقائيا، وكيف هبوب الروح أصغى لعاذل توهم حتى نال ما بات لاقيا، ولما استدار الشوق من خلف عزتي لمحت دموع الأمس تخفي المآقيا، تحدرت الآهات من وجنة الهوى وتاه خيال كان كالذكر، ساري رأيت انسكاب الحزن من ظهر لهفة تمادى بها طعم فجافى مذاقيا، كأن دمي حر طوى وجه فرحة سرت حيث لم يبلغ حنيني سرابيا، فعاد به صوت الحنين لأصله فكان رجوعا ممسكا في خناقيا، سلاما على من كان دوما يريحنا بلقياه حتى بات للروح واقيا، سلاما عليه كلما اشتاق عاشق، وبردا على من كان خلا مؤاخيا، ظمئت وسال الماء فابتل خافق، وعدت إلى ذاتي ليسري براقيا، ويعرج حتى يلتقي أصل صولة يخف بها وطء ليجري سباقيا، ليعلم أهل الأمس أني سراجهم، ويصحب أهل اليوم ركب انطلاقيا، وترتحل الذكرى بأحضان غيمة تسافر حيث الفكر يهوى سياقيا، أهيم على قلبي وطيب رايتي، فلم أر مثل الخير للقلب واقيا، حنيني إلى الإحسان ينجي مواجعي، لأمنع عني في الحياة احتراقيا. يا سلام يا سلام، ما أجملك يا دكتور، مختلف بأدائك، مختلف بفكرك، وكذلك متناغم مع ذاتك بشعرك، ولربما يكون هذا مدخل سؤالي الجديد لحضرتكم. فكرة أن الشاعر ينبغي أن يقول ما يعكس أفكاره، ما يعكس ذاته، ما يعكس انصهاره بتربته وبيئته، لا أن ينسلخ منها، حدثنا في هذا المضمون. ربما أخذتني هنا إلى
قصيدة أرد فيها على هذا الجانب. نعم، دعني أبحث عن هذه القصيدة. لا بأس في ذلك، لأن الأمر هي مهم قصيدة جدا. ترد على هذا السؤال بالتحديد. لا بأس في ذلك. عنوانها لست قهوة، لكن أتمنى أن أجد القصيدة، لأنها ترد بالذات على هذا السؤال، نعم، وكأن هذه القصيدة فصلت لأن تكون جوابا لهذا السؤال. ربما هذا السؤال يمثل إشكالا كبيرا وحقيقيا، وأكيد نحن سنكون على موعد مع هذه القصيدة التي فيها الكثير من الأفكار العالية التي تنسجم مع هذا السؤال، ولربما يعني تحلل مضمونه وتجيب عليه. ولا أعلم سر تسميتك لها بلست قهوة. أبحث عن لست قهوة، فربما هي في ديوان تصطاد ضوءا. نعم. لعلي أجدها، إن لم أجدها سأجيبك إجابة مباشرة، لأن لم أكن من تكون ضمن القصائد المطروحة للقاء اليوم، ولكن سؤالك يعني أحضرها. أيوة نعم، لست قهوة. تفضل. أقول فيها إجابة على سؤالك شعرا. نعم. أقول لست قهوة، لا ولا بعض نبيذ الروح أو ماء القصيدة، لا ولا حتى انبهارا بالمسارات الجديدة، لست بابا للغموض أو لترميز المعاني أو لإنهاك الخيال أو لإدراك الطريدة. يا سلام. لست إليادة هوميروس، لست إليادة هوميروس كم يناجي صوتها سحر أوديسة حتى تحتفي الروح عنيدة، لا ولا نعي الدخان لأقاصيص الظلام واختلاجات الكلام في تعابير وإيدة، لست أسعى أن أرى أسطورة القلقامشة تحيا بشعري عبر أحلام وليدة، أو أعيش غير وقتي أحفر التاريخ بحثا عن تفاصيل توارت في زمانات تليدة، إنني يا سادة الإبداع أوفيت المعايير السعيدة. يا سلام. أقطف الإحساس مني، أقطف الإحساس مني عندما روحي تغني كي يبوح الحرف حكما بالتفاصيل الوريدة، دون عزم دون رسم دون تحفيز وحسم، دون أن أطلب نظما من معانيها الشريدة، قصة الإلهام سر ينسج الإحساس شعرا كي يلاقينا بنضج في نهايات فريدة، إنه سحر المعاني. يا سلام. إنه سر القصيدة. إنه سحر المعاني، إنه سر القصيدة. لقد جئت على تبيان رؤوس أقلام لأفكار تريد أن تثبت للمتلقي أنك لن تغوص بها بعيدا كي يقال عنك مثقف، لأنك مرتبط بجذورك التي تعتز بها. تماما. أريد أن أقول أن الكثير من الشعراء والمثقفين يريدون أن يصلون إلى العالمية، وأن يقدمون أنفسهم عبر استخدام ما لا يمت لهم بصلة، أو ما لا يرتبط بهم بشكل جذري. في نهاية المطاف الإنسان يستطيع أن يستفيد من كافة الثقافات والحضارات، ولكن إذا أردت أن تنطلق فلتنطلق من جذورك، ولتكن معبرا عما تنتمي إليه وعمن تنتمي إليه، وإلا ستكون مسخا مكررا لا يقبلك الآخر ولا يرضى عنك من تكون معبرا أو عاكسا له. نعم. إن أردت أن تحترم إنسانا وتجربة، وأن ينظر إليك بطريقة يكون فيها كثير من البقاء على المدى الطويل، انطلق من حيث أنت، انطلق وعبر عن ذاتك، ولتكن لغتك وأسلوبك وتداولك مع ذاتك ومع إنتاجك وعطائك متناغما ومتوافقا لرؤيتك الذاتية ولقدراتك والإمكانياتك وعما تعبر عنه تماما من ثقافتك وحضارتك وقيمك التي تحمل الكثير الذي يمكن أن تقدمه إلى العالم، وتكون من خلاله قد عكست حضارتك وثقافتك بأفضل صورة ممكنة. تلكم والله نصيحة من الذهب تستحق أن تنقش على جدار الوفاء. دكتور طلال، دمت وفيا لوطنك وعروبتك ودينك قبل كل ذلك،
وكذلك وفيا لتجربتك التي تستحق أن يعني تفرد لها المزيد سماعا وإلقاء، ونحن دائما طماعون للمزيد من الجمال. خذنا إلى جديد الشعر الذي تود أن نستمع إليه منك، تفضل دكتور طه. نعم، هنا سنة صلاة الهمس، وأقول تفضل. روح تحار على أنفاس تأبيني، قومي فإن صلاة الهمس تنجيني، فيه بلا قبلة صلى الجمال لها، صلي بلا قبلة ماتت لتحييني، نادي على وجهة هام الوصال بها، ردي فمحرابك الوضاء يخفيني، عودي فإن قيام الأمس خالجه وسواس من خالط الإفراط بالدين، شقي جناح الهوى فالصدر أتعبه خوف ارتجاف ومنه الآه تكفيني، أصغي فإن بقاء الروح يكفله خيط الرداء الذي يشتاق تكفيني، لهفي على جوقة الجهال أنشأها من لا يقيم سوى نوح المساكين، من ذا يسوغ لي موتا ألوذ به دون المساس بحق الماء والطين، يوم أعيش به من غير منغصة يحيا بنور يمين الزيت والتين، يا سلام. أشتم ما ينحني حول الحياة ولا أستل سيفا غزا حقل الطواحين، أشتاق دوما إلى صوت يناغمني حتى أجافي به خلط الموازين، حتى أعيد إلى جذري حقيقته وأبذر النور في عقل المجانين، لن يعرف الحق إلا من طوى جدلا وعاد يشرع عقلا في الميادين، وراح يبحث عن درب يحاوره كي يقطف الوعي من بذل البساتين، بل بات يجمع من أطياف عالمه روح الحقيقة من لب البراهين، حتى يرى حينها ما كان يجهله ويستنير بقصد الخير في الحين، ويستلذ بوعي هذا معتركا كي يستجير من الإفراط بالدين، ويستعيذ من التفريط مجتنبا أهل الضلال وأعوان الشياطين. يا سلام، ما أجملها من حكمة، يا سلام ما أجملها من نصيحة، ويا سلام ما أجمله من انتماء لهذه العقيدة السمحة وهذه الفطرة النقية. المطلوب من الشاعر اليوم دكتور طلال من وجهة نظركم ليبقى متشبثا بإنسانيته محافظا على نقاء فطرته، ما المطلوب منه اليوم ليحافظ على كل هذا؟ التوازن في كل شيء، التوازن ومعرفة أن الحياة هذه ما قامت إلا على التوازن، ما قامت إلا على معرفة ما لك وما عليك، على حقوقك وواجباتك، تعرف تماما أنك إذا أردت أن تعطي فلا بد أن تأخذ، أردت أن تأخذ فلا بد أن تعطي، وإذا أردت أن تكون حاضرا فلا بد أن تجيد الغياب، وإذا أردت الغياب فلا بد أن تجيد إعادة الحضور. التوازن في هذه الدنيا هو المفتاح الذي يلخص كل شيء. الحياة ما قامت إلا على التوازن، مرجعيتنا الثقافية الدينية الحضارية تقوم على التوازن، حيث أننا يجب أن نفهم أننا يجب أن نقف في نقطة التوازن وارتكاز نستطيع أن نقيم فيها في كل عمل نقوم به قيمة هذا العمل، وما مدى المنفعة والضرر التي سيجلبها هذا العمل وهذه الخطوة وهذا العطاء. في نهاية المطاف متى ما استطعنا أن نقف في نقطة التوازن وفي مسألة معرفة ما يجب علينا وما يجب منا نصل إلى حيث يجب أن نكون. أحسنت كثيرا دكتور طلال، ما شاء الله عليك، يعني تذهلنا بإجاباتك أكثر مما تذهلنا بشعرك، ثم نعود إلى الشعر فتنسينا جمال الإجابات من شدة جمال الشعر، ما شاء الله عليك. دكتور طلال، الآن ربما نتحدث بطريقة أكثر صراحة، وربما نذهب إلى أسئلة أكثر تفجيرية إن صح التعبير. هناك شواغل للكثير من الشعراء، هناك ما يشغل الشعراء،
وهذه الأمور التي تشغلهم ربما كان جوهرها يحمل الكثير من المخاطرة والخطورة أيضا، ربما كان من الشواغل الطباعة، كل شاعر يرى أنه من حقه أن يطبع له إصدار أو أكثر، ومن الشواغل كذلك أننا نعيش في زمن المسابقات، وكذلك من الشواغل فكرة الدعوات والمهرجانات. جمهور كبير ربما من الشعراء لا القراء يرى أنه ربما لم يحصل على ما يرى أنه مستحق له من هذه الشواغل الثلاثة، ربما كان عند الدكتور طلال ما يضيفه أو ما يقدمه من نصيحة لأولئك الذين يظنون أنهم ربما ظلموا أو أن الشعر فقط يمكن اختزاله بهذه الشواغل الثلاث. هل الشعر فقط بهذه؟ بطبيعة الحال لا، ولكن هذه الشواغل الثلاث هي الشواغل التي أو هي النوافذ التي ينظر من خلالها الشاعر ليستكشف مدى قدرة تجربته على للوصول إلى المتلقي بطبيعة الحال. ولكن أعتقد أن الإنسان يحتاج أو الشاعر أو المثقف يحتاج إلى بعض الواقعية في التداول والتعاطي مع هذه الشواغل. بداية الطباعة، إشكالية الطباعة اليوم الشعر كلنا يرى أن الشعر منتج لا يحقق الربح بدرجة طبعاً. كبيرة لنكن واقعيين، لذلك أن تلجأ إلى مثلا ناشر، لن يأتيك الناشر إلا إذا رأى عندك تجربة واسم وجمهور يستطيع أن يعول عليه لكي يبيع بعض، يسوق ويروج ويبيع، لأن في نهاية المطاف هو عمل تجاري. فلذلك لا تلقي باللوم على الناشر أو دور النشر أو لأنه في نهاية المطاف هو عمل تجاري يسعى من خلاله إلى الكسب، وهو لا يستطيع أن يغامر بأن يطبع لتجربة واعدة حتى وإن كانت في بدايتها إلا فيما ندر. لذلك يحتاج الإنسان أن يطرق أبواب الجهات الرسمية الحكومية، يعني عندنا هنا كثير من الأمثلة، دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة تطبع الكثير، عندنا كثير من الجهات بدون ذكر الأسماء، الجهات الحكومية والمبادرات والمهرجانات والجوائز تقدم الفرصة للشباب في منتجاتهم الأولية، ولكن لا تستطيع أن تعول. اليوم ربما في حلول بديلة، يعني يستطيع الإنسان أن يطبع إلكترونيا بكلفة زهيدة جدا، وتكون لها يعني رقم إيداع، يعني أرقام إيداع، وتكون كتب رسمية، فيلجأ إلى أن يطبع إلكترونيا ويوفر الطباعة الورقية إلى مرحلة يحقق بعد أن يكون قد انتشر ورسخت قدمه على هذا. حل من الحلول يعني، أو يلجأ إلى المهرجانات والمسابقات التي أو الجهات الرسمية لتطبع للشباب وأصحاب التجارب، ولكن لن تستطيع أن تلوم دور النشر أو المكتبات أو الجهات التي تعمل ببعد تجاري، لأنها لن تغامر مع تجارب في بدايتها، لأن التجارة في نهاية المطاف هي هدف الأساس. هذا هو الجانب الأشياء الأول التي ذكرت تحدثت عنه، وفي هذا شؤون وشجون. وفي أما الشاغل الثاني الذي ذكرت عن المهرجانات والمشاركات، المسابقات ثم المهرجانات، هي هذه الشواغل الثلاثة. المسابقات دعنا نتفق، المسابقات هي واجهات إعلامية مهمة للترويج عن تجربة الشاعر، ولكنها ليست بالضرورة يعني تعبير عن أن من يظهر فيها هو الأفضل. من يظهر فيها هو الأقدر على تقديم منتجه، قد يكون هناك من هو أفضل منه لكنه لا يحمل من الأدوات ومن القدرات الشخصية والذاتية ما يمكنه من حمل منتجه. اليوم منتجك الإبداعي تحتاج بالإضافة إلى إبداعك وقدرتك على تقديم المنتج، تحتاج إلى بعض السمات الشخصية والقدرات التي تؤهلك أن تتواصل مع الآخر وأن تقدم نفسك بطريقة إيجابية، وأن تستطيع أن تجعل من الأطراف الأخرى تقتنع بأن لديك ما يستحق أن يستمع إليه أو ما يقدم. ما لم تكن قادرا على التعامل والتداول مع هذه المهارات، فمهما كانت موهبتك الاستثنائية فهناك من هو أقل منك موهبة سيصل ولن تصل، لأنك تحتاج أن تخدم منتجك الإبداعي بعلاقاتك وبقدراتك وبتواصلك يعني وبأن تتعامل وتتواصل مع هذه المسابقات والفعاليات التي أعود وأقول أنها ليست بالضرورة ليست يعني معيارا، معبرة عن
على الأفضل، ولكنها بكل الأحوال نافذة إعلامية نعم هامة جدا يطل من خلالها لا شك، المبدع لكي يقدم نفسه. هذا هو الدور الأهم. لذلك حتى الفوز في هذه المسابقات ليس هو الهدف الأسمى. ربما لو قدمت نفسك بطريقة جميلة رسخت فيها في ذائقة وذاكرة المتلقي تكون قد حققت أهم من الجائزة بحد ذاتها. أحسنت كثيرا. وهذا هو الملمح نعم الأهم في المهرجانات والمشاركات. وأضف إليها أنك تختلط وتلتقي بمثقفين وشعراء وتجارب من بلدان أخرى، تكونون مع نعم بعضكم البعض لفترات طويلة، ويضيف هذا لكل واحد إنسانيا وإبداعيا وحتى على الصعيد الاجتماعي، نعم فيصبح له صعيد علاقات تفتح له آفاق في المستقبل. فهذه أكيد هي لا فائدة شك من في فوائد. ذلك دكتور نعم. طلال. سنعود أما إلى البعد الشعر، تفضل. البعد الثالث والأخير، عفوا، أنت ذكرت كذلك المهرجانات والمشاركات المطبوعات والمسابقات والمهرجانات. والمهرجانات. المهرجانات في نهاية المطاف هي منصات نعم يتم الاختيار فيها لأسماء معينة باعتبارات ومعايير لا تعني بالضرورة أن الأفضل هو من تم اختياره، ولكن هو الأنسب أحسنت. لأنسب لأهداف نعم تلك المهرجانات. دعنا نكون واقعيين وصريحين، صحيح لكل مهرجان هدف معين يسعى من خلاله إلى تقديم أفضل صورة ممكنة، ويسعى إلى خلق توازن وصورة نعم معينة وعرض أسماء وتجارب. ربما يريد أن يعرض أسماء من جنسيات مختلفة، من ثقافات مختلفة، ربما يعبر عن مدارس مختلفة. فلا كل لا هذا لا يحصل. نعول نعم كثيرا لا نعول كثيرا أن هنا قد الأفضل تماما، لكن الأنسب لتوجهات ورؤية تلك المهرجانات. سنعود إلى الشعر أكيد معك دكتور طلال، وريثما تحضر القصيدة الجديدة سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. وصلنا إلى الفقرة الختامية من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من دولة الإمارات العربية المتحدة الشاعر الدكتور طلال الجنيبي. إلى الشعر الذي تود أن نستمع إليه الآن، تفضل يا دكتور. ما بين كيف وربما في الليل يقترف الحنين حديثه، حتى إذا حضر الصباح تلعثما، الحرف خلف الحرف يحبو صامتا نحو الهروب إذا الشعور تقدما، يحتال كي لا يستجير بفرصة ما راقها إلا اختيار ريثما، لم يستطع إلا اجتباء مواطن تنأى عن استكشاف أبواب السماء، سأل المعاني عن مسار هروبها فمضت بعجز تستشير الأنجما، خاضت طريقا مد ألفي حجة عجزت جميعا كي تذوق توهما. ما بين معرفة الصواب وخوضه حرب احتمال بين كيف وربما، يا سلام ما عليك. بين معرفة الصواب وخوضه حرب احتمال بين كيف وربما، ما بين معرفة الصواب وخوضه حرب احتمال بين كيف وربما، يمضي إليك جواب من لا ترتجي حتى إذا
رضخت ظنونك أحجاما، يا حتى سلام. إذا رضخت ظنونك أحجاما. ما شاء الله، جميلة هذه المفاجأة دكتور طلال، أحسنت شعرا وإنشادا، هكذا يكون تكريم الكلمات بما تستحق من حيث الأداء ومن حيث طريقة العرض التي تفاجئ المتلقي بالكثير من دفقات الجمال. دكتور طلال، ربما يكون هذا السؤال الأخير أو قبل الأخير الذي أوجهه لحضرتك، ما الذي يريده طلال الجنيبي من الشعر؟ ما الذي يرجو أن يبقى، أن يظل، أن يعمر، أن يزهر؟ نظرة على المستقبل. أود أن يبقى من القصائد ما يبذر في قلوبي ووجداني وذاكرتي الحاضر والمستقبل الجمال يا سلام. والإيجابية. لا أرى في الشعر إلا ما يحرض على الجمال مهما كانت نبرة القصيدة. أرى أن الشعر هو كائن، حتى القصائد الحزينة، حتى النبرة المتشائمة السوداء، هي تحرير وللذات من تلك الأثقال التي تعتريها. ولكن أرى أن القصائد هو نوع، أو الشعر هو الشكل الأسمى للشعور الذي تستطيع من خلاله أن تحرر ذاتك. فأتمنى دائما أن تبقى قصائدي محرضة ومحركة يا سلام. للحاضر والمستقبل. اليوم حينما أرى قصائدي تدرس في المناهج الدراسية، أنا لي قصائد تدرس في المناهج المدرسية، ولي قصائد تدرس في الجامعات، ولي قصائد تدرس حتى في جامعات غربية مثل السوربون وفي جامعات عربية. حينما ترى أن أجيال يعني تتشكل ذائقتها من قصائدك ورؤيتك وأفكارك، فإنك تشعر بالزهو والفخر، يا سلام. وتشعر أنك قدمت في حياتك ما ساهم في تحسين ذائقة الإنسان والمضي به قدما وتحريك أفكاره إلى حيث يجب أن تكون. أحسنت كثيرا. فالشعر هو في حقيقته هو رسالة الجمال نعم، التي تحرر الإنسان مما يعتريه ومن وتنقله المؤكد إلى أن أفق جمال لا يصل به قصائدكم إلا الشعر. سيظل حيا تماما وسيظل ساطعا كسطوع أدائكم وحضوركم ولذلك المتألق في شعرنا هذه الجميل أقول الحلقة. دائما: لغيبك أمر سعى عبر دربي، وما كنت أدرك أبعاد غيبي، ولو كان للأرض رمل سوانا لما وافق الثلج أطراف شيبي، حنانيك إنا برحلة عمر يحاور ليل بها فجر ريبي، فإن أدرك النور فيها طريقا أجاب بحرف طلال الجنيبي. يا سلام، جميلة هذه المفاجآت التي يعني تواجهنا بها بين الإجابة على سؤال وأخيه. إلى خاتمة هذه الحلقة، ونريدها أن تكون مميزة بقصيدة تصلح مسكا للختام، دكتور طلال تفضل، أترك نعم، لك حرية اختيار ما تشاء من القصائد الموضوعات، اختر لنا قصيدة نختم بها هذه الحلقة، تفضل. نعم. رتق الضياء غمام أحلام الورى، لما درى أن الشعور بهم برى، فلقد رآه يشاغب العين التي تهب الجمال لمن بإحساس سرى، شتان بين الخوض دون معارج، والخوض عبر الذات في قمم الذرى، ورحيل إدراك عن الحد الذي إن قال لا أدري فحتما قدر. يا سلام. اللون ليس سوى مزاج مواسم تتغلغل الأجزاء فيه إلى العرى، والعطر ليس سوى اشتياق عارم لحدائق تهب العبير لمن شرى. الصوت ليس سوى اشتياق عارم لحدائق تهب الصوت ليس سوى فرار صامت عن صرخة عادت لتحفر أنهرا، والنوم ليس سوى فرار صامت عن صرخة والنوم ليس سوى ممات حائر، وأعاده استيقاظ روح للورى. الحضن
ليس سوى وفاء صارخ لحنين جوع يستعيذ من القراء والرقص، ليس سوى ارتجاف كامن ينتاب أطراف السكون ليعبر، والصبر ليس سوى وعود ترتجي لب الإجابة عن سؤال ما جرى، والفرح ليس سوى زوايا عاشق قد زاره فيها الأذان فكبر، الحزن ليس سوى نكاية خائف محتاج فأسا في القبور ليحفر، كل الذي نحياه يغزل فكرة تنساب فينا كي تراود مخبرا، فنرى وجوها باختلاف ملهم والفرق يكمن بالذي فينا اعترى، تتلاقح النظرات حتى ترتدي رأيا يكرس للقناعة مظهرا، من لجة الأرواح تصعد غيمة أضحت على رسم المواقف أقدرا، تمضي إلى وهج النجوم فتنتشي لغة الخيال المستفيق من الكرى، لتصوغ حكمتها التي من بعدها يمضي الجمال إلى المدائن والقرى، يسري ليشتعل الشعور مفسرا ما كان غيما ثم أمسى ممطرا، النجم والضوء المعانق جذعه طاقات أحلام تطل على الورى، وهل النجوم سوى نوافذ خلسة تتنفس الأفكار منها كي نرى. تتنفس الأفكار منها كي نرى، دام فكرك متوهجا نقيا لألاء حتى نرى منه دفقات الجمال وعذب الشعر. دائما دكتور طلال الجنيبي، وصلنا إلى الختام، ماذا تود أن تقول في ختام هذه الحلقة؟ أقول شكر جزيل على هذه الإدارة الجميلة للقاء، أتحت لي فرصة الانطلاق بلا أي حدود، ومكنتني من أن أقول ما أريد، ولعل في هذا درس مهم في كيفية وماهية التقديم في أبهى وأزهى صور. شكرا لك الشاعر الجميل مصطفى مطر الذي يفهم كيف يجب أن يكون الشعر وكيف يجب أن يقدم الشعر، وأتمنى أن يكون فيما قدمنا هذا اليوم مقدار جمال يستطيع أن يتسلل ويتغلغل إلى ذائقتي وروحي ووجداني المتلقي، ليشعر أنه استمع إلى شعر يستحق أن يستمع إليه، وهو كذلك يقينا. شكرا لك شاعرنا الجميل من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور طلال الجنيبي، ونتمنى للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة مرات ومرات. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دائما كونوا في شعر وإنسانية لا تنطفئ، كونوا بحرية لا تساومون عليها أو لا تساوموا عليها أحدا، وإنما تنتزعونها انتزاعا، دائما كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.